السلام تسليم من أكبر من جبلكم حضن، اللي تشوفونه أكبر شيء في المنطقة. أبو فهد غامس يمناه وسط الصحن، ويقول ما عاد فيها إلا لحم ومرقة. أرحب ترى انت تفنان وانا بخاطبك من ذقة. ابغى تسمع وتنظر من يخاطبك من ملفنا اللي حاول يا راع البعير تجوده بالرسان، اللي ينطلق من يدك يروح ما تلحق. أهل تربه قالوا إنك من رموز الوطن، وأنت عليهم خذيت السلطة المطلقة. يا محمد العازمي لا شعر بكره وفن، رسن بعيرك معك في غاربك علقه. هذه حقيقة لا يدخل فيك شك وظن، عود على خطك اللي عارف ما برقة. ما كل بيت اللي يثمن يجي للثمن، وابو فهد من حماسه ما يبش عرقه. يا علي صالح وراك تبيع شعب اليمن، تاريخك الأسود يعبي له الفرقة. ترمي باب الشمال وقصدها في عدن، الأرض يا العازمي قدامك مطوقة.
وانا ادري انك بولا كان ما تنضمن واللي تعدى حدود حق المطرقة هالموت بالعز يرفع من حياة الغابن تخيل ان البقوم تحط لك مشنقة يا شديد الزبدة تميع وتطلع سمن وانت مليت لك عشر قدور